وحيكم أنا حميد عقدي، وأتابع معكم سلسلة مهمة قراءية حول الأفلاك والأبراج. وسنأخذ أن نحن تناولنا حلقتين سابقة، تناولنا في الحلقتين السابقة إذا عدتم ستجدون برج الأسد، وكذلك تحدثنا أيضا عن برج القوس. في هذه الحلقة بدي أخصصها عن العذراء، وخاصة مع بداية هذا العام ونهاية هذا العام، في نوع من التقلبات المهمة جدا. احنا نعرف طبعا ان نحن مع برج ترابي وبرج يتسم بالكثير من الأشياء العاطفية والأشياء الطبيعية. نعود إلى مراجعة سريعة جدا. برج العذراء هو برج ترابي، له خصوصيات طبيعية تتسم بالعلو والطموح والشهرة يعني، ولكن قد تكون هذه الطلب الشهرة ليس بالإجراءات اللي هي السريعة، أو الإجراءات اللي هو لا يحب الفلاشات والأضواء الكثيرة جدا، ولكن في بداية هذا العام في نوع من الـ يعني بالنسبة للأصدقاء والصديقات الذين هم في برج العذراء، في نوع من مكسب يعني، ولو مكسب أدبي، ويكون مع بداية هذا العام. نعرف تماما أن برج العذراء يميل لتأكيد خصوصيته الذاتية، الهدوء، السكون، الحساسية لما هو فني وأدبي، كتوم أيضا وسريع العفو، وقد ينقلب، لكن في لحظات معينة قد ينقلب وقد يطيل القطيعة، لكن مع ذلك حتى لو أطال القطيعة يعود بعد ذلك إلى الخاصة الأفراد الذين لديه أو معه أو معهم صلات عاطفية به، وفي مفاجآت ربما تحدث في 2024 خاصة بما يخص المتفارقين ما بين العذراء وبقية الأبراج. طبعا هو سهل ويمكن أن يتعامل مع الأفراد من بقية جميع الأفراد، يحاول بعضهم السيطرة عليه أو توجيهه، لكنه يمتلك استقلالية وقادر على الرفض والتحرر والثورة أيضا، قادر أن يقول لا. البعض يعني يظن أن برج العذراء يعني هو يعني ممكن السيطرة عليه، السكون أو الخجل أو هو ليس يعني بما يتصوره البعض أنه انطوائي، ولكنه يحسب حساباته أيضا يعني، ليس بمعنى لسنا نحن هنا مع أشخاص مثلا الذين حتى يعني هم يضعون أنفسهم في هذه الخانة، هم يضعون أنفسهم في أو يبتعدون قليلا عن الأضواء، لا يعني ذلك أنهم مثلا يرفضون الآخر. هو قادر على التأثير ولو بمرور الزمن، ويمكنه حصد نجاحات وجوائز وتقدير الآخرين، وتنتظره نجاحات جيدة جدا خاصة مع بداية العام القادم. يكون كمرجع للآخرين، يقدم خدماته بشكل عفوي وخاصة للأصدقاء القريبين له يعني. إذا كان لديك صديق من برج العذراء ولديك طلب له، فتقدم له من الآن، فهو سيكون أكثر حماسية وسيكون أكثر تعاونا معك. دوما ما يكون له رؤية خاصة ذاتية وأحيانا مثيرة يعني، كأنه يرى بمجهر معين، يرى بعين لا نراها نحن أو لا يراها الآخرين في بقية الأبراج يعني. في خاصية معينة، هو يميل للحب، وخاصة من نفس البرج، الذين التقارب من البرج العذراء من نفس الطبيعة ومن نفس الحساسية. لكن احنا سنرى أن مثلا في سبتمبر تحدث نوع من الإشكاليات يعني، وخاصة بالذين لديهم الحب يحاولون أن يتفاهمون، خاصة الذي تربطهم سواء علاقة حب أو علاقة زواج من نفس البرج. وفي سبتمبر العام القادم، خاصة مع هذه الفترة نهاية أغسطس بداية سبتمبر، في نوع من الهزات اللي بتحدث. هو شديد التأثر بالمناخات ولا يميل للطقس المتقلب، يتسم أيضا بنسيان الذات أحيانا، يتسم بالعفة، كتوم يصبر على حماقات الأقارب والأصدقاء والمقربين إليه، لديه أفكار وإبداعات مدهشة وقد لا يعلن عنها سريعا. نذهب في الجزء الثاني من هذه إلى مثلا لنتأمل بعض المشاهير الذين موجودين في هذا البرج. مثلا نجد الأم تريزا،
وهي من نجد أيمن زيدان، ليو تولستوي، كاظم الساهر، نازك الملائكة، الرازي. ونحن هنا أيضا مع برج، هو ليس برج بمعنى أنه يعني برج فقط يعني يستفيد من الآخرين، بقدر ما هو أيضا يكون لديه الكثير من الأفكار التي أحيانا قد تأثيرها هذا قد لا يحصد كل التأثير، وخاصة في المجال الأدبي، في المجال الإبداعي، في المجال الفني، قد يحصده أحيانا يعني يعمل شيء ويحصده في يعني بعد ذلك بحول، بعد ذلك بعدة فصول. عندنا مثلا مايكل جاكسون، عندنا مستر بين مثلا من الموجودين في هذا البرج. لدينا أيضا الكثير الكثير جدا من المشاهير المهمين جدا في هذا البرج، سواء في العالم العربي، سواء في سواء مثلا الأمير هاري، حتى في المجال السياسي جيهان السادات، كثير جدا حتى من الرياضيين الموجودين في هذا البرج، والذين هم أيضا عليهم أيضا الانتباه جدا، والانتباه بشكل كبير جدا أيضا للجانب الصحي، والجانب أيضا الجانب الروتيني اللي هي بما يخص المعاملات، بما يخص كذا. عندنا مثلا من الممثلين إسماعيل ياسين، عبلة كامل، عزت العلايلي، عندنا الكثير الكثير جدا من المشاهير الذين لهم تأثيرات وتظل تأثيراتهم موجودة، أو في كثير من التأثيرات، رجاء الجداوي، تظل تأثيرات رانيا، فريد شوقي، في كثير من الذي لا نستطيع يمكن أن تبحثوا أنتم عنهم أيضا، وأن تجدون الكثير من هؤلاء الموجودين في المشاهير برج العذراء. إذا أعود معكم، وأود أن أنبه أيضا إن نحن في العام القادم إن شاء الله لدينا كسوف، وأهم الكسوفات التي تكون كسوف كلي للشمس أو كسوف مهم جدا للشمس، في 8 أبريل 2024، وهذا الكسوف سيكون له الكثير من التأثيرات على أغلب الأبراج أو على كل الأبراج. عندنا أيضا خسوف شبه للقمر 25 مارس، خسوف جزئي أيضا في 28 سبتمبر. الوضع العاطفي لبرج العذراء، برج العذراء من الأبراج الفلكية، وتمتد طبعا كما نعرف 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر. الأشياء اللي ممكن أن نلاحظها مهمة جدا، أن الكثير من الأفراد في برج العذراء قد يفقدون بعض صفاتهم الترابية الطبيعية ويكتسبون صفات نارية، يعني خاصة مع يوليو، مع يعني شهر 7، بعد شهر 6، نهاية شهر 6، يعني بداية النصف الثالث، يعني في كثير من الصفات. وحتى البعض هنا، نحن مثلا مع حتى بداية سنوية، بتكون لبعض الأفراد من برج العذراء بداية السنة مثلا، تجد إنه في نوع من الشانجمون، في نوع من الاختلافات الداخلية قد يجدها، أو مراجعات هو نفسها أو هو نفسه يجد أنه محاسب عليها أو أنه يريدها. التحديات العاصفة خاصة بتكون في شهر مايو وتستمر إلى النصف الثالث. هذه التحديات ربما تكون أيضا تحديات على المستوى المالي وأيضا المستوى التجاري، الذين لديهم ممارسات والذين لديهم مهن، وبعض المهن اللي هي لها ذات حساسية معينة. بداية العام بتكون مميزة، مميزة جدا، وعلاقات متعددة، يضع برج الأفراد الأصدقاء والصديقات الخطوة الأولى لمكسب مادي ومكسب أدبي، مكسب مهني معين، وخاصة مع بداية نهاية هذا العام وبداية العام القادم، يبشر بالكثير من الأشياء الجيدة جدا. وهذا بداية العام قد لا يكون بداية العام يعني هو المكسب الكبير، ولكن تظهر ملامح هذا المكسب. الذين لا يجدون المكسب يعني بالشهر الأول يكون إن شاء الله معهم مكسب مادي في الشهر اللي هو الشهر الثاني. في هذا العام، العام 2024، سينال يعني برج العذراء أو الأفراد والأصدقاء والصديقات، الناس جميعا إن شاء الله من برج العذراء ينالون التقدير الكثير من معظم
الأبراج الأخرى، الأفراد من الأبراج الأخرى. العلاقات مع الأسد الجدي والثور خاصة بتكون أيضا أكثر قربا وأكثر حميمية. شراكات غير متوقعة مع القوس والدلو ستكون أيضا قريبا عاطفيا مع العقرب في الفصل الرابع. هناك أيضا كما نقول أن في نحن في يعني مع ضمن هذه المكاسب، برج العذراء أيضا هو مطالب بالحذر، الحذر الشديد جدا في فصل سبتمبر خاصة مع العذراء. بالنسبة لما يخص الجانب العاطفي، لأن الجانب العاطفي في نوع من التأثر، في نوع من الشد والجذب، عليك أن تكون أو أن تعود إلى صفاتك الترابية في نهاية العام لكي تحافظ على هذه المكاسب أو المكاسب التي أنت قدرت أن تحققها. 2024 تعتبر بالنسبة لبرج العذراء يعني مساحة جدا للتأسيس، لتأسيس ما بعد ذلك. يعني برج العذراء بعد ذلك أو أصدقاء، في ناس كثيرين جدا والله أعلم طبعا يؤسسون، وربما هذا التأسيس لم يكن يعني فقط في 2024، لديهم مشاريع معينة مثلا من قبل ذلك بعدة سنوات، وهم يترددون في إظهار هذه المشاريع، أو يأملون أن هذه المشاريع، مشاريع تجارية، مشاريع أدبية، مشاريع فنية، وخاصة احنا أيضا كفنانين نركز أيضا ونحاول أن نشجع أيضا وأن نستقرأ أصدقاء وصديقات في الجانب الفني والأدبي والإبداعي. 2024 في نقطة، أو في نقطة معينة من التحول، في نقطة أيضا من التحرك في مشروع جديد يولد، وهذا المشروع أنت ستوليه اهتمامك الكبير وستوليه اهتمامك الخاص جدا في 2024، أنت كمستوى خاصة بالمستوى طبعا نحن في 2024 والله أعلم سنشهد هذه الانقلابات التي شاهدناها، وهذه التغيرات المناخية، وهذه حتى الكوارث في أماكن لا نتوقعها تماما، زلازل أو سيول أو جفاف، أو هذه التغيرات تكون أيضا أنت أكثر حساسية. بالنسبة لبرج العذراء أكثر حساسية جدا لهذه التغيرات المناخية والتغيرات الطبيعية، وكأنك أيضا تأمل أنك تريد أن تغير، أو تريد أن تحلحل، أو تريد أن تساهم في هذا، أو في تغيير الكون، أو في إصلاح هذا الكون الذي للأسف الشديد عديد من الحروب وكثير من العواصف الغير متوقعة والعواصف الموجودة، سواء هذه عواصف العنف وعواصف الحروب التي نتمنى ونسأل الله تعالى أنه يعني يحاول، أو أنه يعمل، أو أن يستجيب لدعواتنا، نقول له عفوا ونعتذر إلى الله بالكل، يحاول بحيث أنها تحلحل هذه الإشكاليات الكبيرة جدا التي يعاني منها الكثير تعاني منها الكثير من المناطق. إلا الرغبة إلى تغيير المكان، أو الرغبة إلى تغيير الموضع، أو الهجرة، أو حتى في تغييرات في السكن. يعني في كثير من الأصدقاء سيبدعون خاصة يعني ما بعد الكسوف، ليس كما قبل الكسوف، بعد الكسوف يعني بعد أبريل، يرى أن بعض الأشخاص في برج العذراء كأن موقعهم، كأن موضعهم يعني يحتاج إلى نوع من الانتقال، إلى نوع من هذا التأثير، بيكون تأثير راديكالي كبير بالنسبة لخسوف أبريل على جميع الأبراج، وأيضا خاصة العذراء. العذراء هو شديد الحساسية، شديد التأثر بهذه التغييرات وبهذه الأشياء. إذا ما بعد الخسوف، وربما يكون هناك انتقال سكن، انتقال في وظيفة، انتقال في حتى انتقال في طريقة معينة، الذين لديهم عادات معينة، لديهم عادات عادية أو عادات روتينية أو عادات مهمة، أعطوا لأنفسهم ملبس معين، لون معين، سيجد أنه بعد ذلك من شهر مايو بعد أبريل سيجد أنه يحتاج إلى التغيير، يحتاج إلى نوع من العمل بشكل مختلف، وجهات النظر تختلف كما قلت. يكتسب الكثير، أو يكتسب الأصدقاء والصديقات من برج العذراء صفات نارية أحيانا في الرفض، في مسألة الرفض، وحتى الرفض على أنت ترفض أحيانا
ما بداخلك ترفض أحيانا الطريقة التي أنت تسير بها في حياتك. للأسف إذا كانت طريقة خاطئة، أو إذا كانت طريقة أنت ترى استغلال الآخرين. بالنسبة للفراقات، يعني كما تحدث نوع من اللقاءات، واللقاءات السعيدة جدا اللي ممكن أن تكون يعني في مجال الحب، في مجال العشق، في مجال كذا، أيضا تحضر خاصة في نهاية أو الفصل الأخير من العام، يعني في نوع من الخسائر العاطفية. أنت موعود أو أنت موجود أو وضعت عتبة الطريقة الأولى أو الخطوة الأولى أو الارتباط الأول خفيف، يكون ربما مع نهاية هذا العام ويبدأ يتضح أكثر وأكثر مع بداية العام الجديد يناير، وأنت سترى أنك تكون في أوج عطائك العاطفي واستقرارك العاطفي في شهر مارس الربيع. أتمنى لكم ربيعا جميلا، أتمنى للجميع أن تكون كل أيامنا ربيع، والله أعلم. شكرا لكم، قدمت أنا لكم حميد العقبي استعراضات أو قراءة قرائية، أحاول أن أبتعد تماما عن ما يوجد موجود على الإنترنت، التي يعني هي عبارة إنه هذا يكرر هذا وذلك يكرر ذلك، و كل ما نقوله طبعا والله أعلم. حميد عقبي باريس، تشاو تشاو.